وانا كنقول لك انا عندي الشجاعه والحكومه عندها الشجاعه ان تجيب هذا الملف اليوم وتقول هذا فيه اشكاليه. ما كنكذبوش على المغاربه، كنقولوا هذا فيه اشكاليه، ولكن هذا غادي نواجهوه كما واجهنا هذاك الاشكاليه اللي كانت ديال قلت الدعم الاجتماعي وهذا وهذا حليناها. الان غادي نمشيو، حنا كنقول لكم ما يمكنش لنا نحلوا المشاكل ديال لومبلوا يعني في هاد 3 سنين كلها اللي جايه، لانه هذا تراكم، هذه 15 عام وهذاك الشيء كيهبط. يعني لي دوموند ديال الناس اللي كتطلب لي زومبلوا بالنسبه لي زومبلوا كي سون كري نو سون با سيفيسون. هذاك الشيء ديال لي نيت اللي كتكلم عليه واش عاد كاين اليوم؟ انا قلت لك تكلمنا عليه سنوات، حنا تكلمنا عليه سنوات. هذوك كانوا 250 الف ديال الطلبه اللي كيخرجوا من المدارس وما كيقراوش ما كيكملوش وما كيلقاوش الشغل، ديك الشيء وتراكم داك الشيء لبعض الملايين، واللي هما اليوم خصنا نلقاو لهم الحل. الحكومه كتحاول انه اولا ما يبقاوش يخرجوا من المدارس، ثانيا الحكومه عملات ديال المدرسه ديال الفرصه الثانيه، ثالثا كنمشيو لهذا الشيء ديال السبور، رابعا كنحاولوا يعني تكون امكانيات اخرى يعني في التشغيل، وهذا الشيء كنشتغلوا عليه. اذا نكونوا واقعيين، حنا يعني الحكومه بلي كتكون عندها شي اشكاليه قدامها واللي هي كبيره 13% وكذا ديال الشوماج، ما يمكنش ندوزو نخليوها كاينه، وحنا خصنا نشتغلوا بها، ولكن راه فيها قراءات داخليه، راه فيها الاقتصاد انه الحمد لله في انتعاش وزيد القدام، ولا فيها اشكاليه ديال الفلاحه لان ما كاينش الماء.